كيفك مع التسويق؟ اي لا التسويق حاجه حلوه. انا بحسه صار اساسي بحياتنا، صار اساسي بحياتنا اكيد المهنية. لانه التسويق حاجه مهمه جدا في كل شيء على فكره، مش فقط في حاجه واحده. يعني انت حتى مثلا خذها من وجهه نظر الانسان العادي، مش بالضروره انه عنده مشروع او انه عنده حاجه باش يقدمها يبيعها للناس، هو حتى الانسان العادي ولا يسوق نفسه بنفسه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، انه تخلى التسويق في حياتنا بطريقه هكا انه خليت حياتنا كلها صارت تسويق. انت بتلاحظ يعني مهن كثيره وبين الاعلام في ناس بتبقى اقل كفاءه من ناس بس توصل قبل لانه بتسوق لنفسها بشكل افضل. صحيح. وفي ناس عندها كفاءه عاليه وباقيه ببيوتها لانه عندها نوع من التواضع، ما بعرف اذا هو تواضع حقيقي لانه التواضع هو الواحد يعرف وضعه، يعرف صحيح. امكانياته صحيح. كمان بس ما بتحب تسوق لنفسها. يقعد ديما التسويق هو هاني قلت لك معناها انه كل واحد وكيفاش انه عنده فيه وجهه نظر تختلف من انسان الى انسان. نعم. ولكن التسويق لمحله في حياتنا كلنا. طيب خلينا ناخذ جوانب من التسويق في مقابلتنا التاليه. مشاهدينا، اشارت دراسات استقصائيه اجرتها شركه نيلسون المتخصصه في مجال الابحاث التسويقيه حول الثقه العالميه في الاعلانات ان 92% من الناس يثقون بالتوصيات الشفهيه التي يتلقونها من الاصدقاء والزملاء. فإن كان عملاؤك لا يتحدثون إلى محيطهم حول ما تقدمه من منتجات فأنت تفتقر بالتأكيد إلى إحدى أكثر وسائل جذب العملاء فعالية وموثوقية. صحيح توني، خلينا احنا نحكيه بأكثر التفاصيل وأهمية وتأثير التوصيات الشفهية في التسويق المنتجات، ونستضيف معنا مباشرة من رام الله رئيس التحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل دراغمة مصري. سيدة أمل صباح النور. صباح الفل والورد لكم كلكم، كل سنه تسالمين اليوم عيد الميلاد النبوي. صحيح. مبسوطه اكون معكم. اهلا. يعيشك ان شاء الله، احنا اكثر زاد فرحانين وان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير. خلينا في البدايه نحن ساعه نتعرفوا ونعرفوا ايضا المشاهدين معناها عن التواصل الشفهي. زي ما بدينا نحكي قبل شوي معكم فعلا انه كثير الناس بتحكي ايش شرت بالنهار، شو المنتج اللي شروه او شو اللي تعاملوا معه او شو تجربتهم. انت زي ما بتقول 92% بيثقوا شو بيقولوا لهم زملائهم او اصحابهم او جيرانهم، هذه نسبه عاليه جدا جدا، يعني ممكن تطيح باكبر النظريات التسويقيه. وكمان من الاشياء الملفته انه ثلثين الوقت الناس اللي بتحكي مع بعض بتحكي عن اشياء جربوها او اشتروها او اجتهم هديه ما عجبتهم او عجبتهم. فمتخيل انت مع هدول معلومات 92% بيثقوا شو بيقولوا لهم اصحابهم، وثلثين الوقت بنحكي عن ايش شرينا. طبعا هذا كله بيؤدينا شوي لنفكر انه احنا فعلا مجتمع استهلاكي زي ما حكينا في حلقات سابقه. وكمان هذا الحكي بيأثر على المسوقين أو الشركات اللي عندها علامات تجارية كبيرة. يمكن أنا إضافة لشغلي في مجلة ميدل إيست بزنس الشرق الأوسط للأعمال، أنا مديرة شركة تسويق ودعاية وإعلان، فبحب كثير أن نتشارك معكم بعض المعلومات اللي بتساعدنا أن نروج لمنتجاتنا بطريقة سليمة عن طريق التوصية الشفهية. فأنت بتخيل أنه الزبون إذا كان مبسوط بيقول لثلاثة لخمس أشخاص حواليه إنه انبسط من هاي تجربته مع هذا المنتج. بس يا ويلنا إذا كان هذا الزبون مش مبسوط. بتخيل إذا حدا شرى سيارة وما زبطت معه، وقفت بالطريق، ولا شرى جهاز متنقل موبايل وخرب. بيقول من 9 ل15 شخص بضل كل يوم يقولهم أنا شريت هالشغلة وما زبطت، أنا شريت هالشغلة وخربت. فأنت بتخيل هذا التأثير الشفهي من شخص إلى آخر، يعني صراحة كارثة تسويقية. لا وكمان من هدول الناس مش بس بيحكوا ل 15، 13% منهم بخبروا 20 شخص، يعني بصراحة بوق سيء السمعة بيتحرك بيحكي عن منتجنا. هذا بيدعينا شوي للتفكير أكثر بزبون المبسوط اللي مش مبسوط. وبركي بلغة السوشيال ميديا اللي عم تحكيه بيشبه شوي الشيرينج، شيرينج بوست، أو يعني منوزع أفكارنا وفيديوهاتنا بين أصحابنا، ولأنه هن بيوثقوا فينا يمكن بيشوفوها أو بيسمعوها. من هون بدنا نسألك أمل عن الثقة، هل هذه الثقة هي اللي بتعزز أهمية التواصل الشفهي بيننا وبين الناس اللي عم نروج لهم هذه المنتجات؟ نعم
100%. الأساس فعلا هي كلمة السر في الموضوع هي الثقة. يعني إحنا ليش بنسمع من زملائنا وأصحابنا وجيراننا وقرايبنا ومن إذا قالوا لنا انبسطوا بتجربتهم نشتري مثل نفس هذا المنتج أو من نفس المكان؟ لأنه هون في عامل الثقة هو الأساس بانتشار العلامة التجارية بشكل جيد. لازم تكون تجربة غيرنا منيحة عشان إحنا نتأثر ونشتري. لا يعني إنه إحنا تجربتنا رح تكون نفسها، ولكن أغلب الأحوال بتكون مشابهة وقريبة كتير إلها. بالتالي إذا إحنا بنينا هذا الطرق في استراتيجيتنا التسويقية إنه كل شيء لازم يكون مبني على التجربة، مبني على المنتج الجيد واللي فيه ثقة عالية بطريقة استخدامه ما بيخرب كتير، أو إذا خرب كمان لازم يكون في عندنا إحنا مراكز صيانة إلى آخره. فالثقة هي أهم عامل في عوامل التسويق وانتشار المعلومة في عالم اليوم. إحنا زي ما تفضلت إن بنحكي عن إشي حقيقي بشري، ما بنحكي عن عالم افتراضي، لأنه كمان السوشيال ميديا يمكن نجي له كمان شوي، هو موضوع شوي مختلف ولكن يقودنا في نفس الاتجاه. نعم، ذكرتني شوي بمثل، ذكرتيني بمثل اللبناني بيقول اسأل مجرب قبل ما تسأل حكيم. هاي اسأل مجرب وما تسألش طبيب. فعلا نفسها يعني موجودة بتونس. هي فما حاجة أيضا تعتبر سيدة عمل في التسويق، لأنه اللي كنا نحكيه عليه البوقة وتنقل الناس بالنسبة لحكاية المنتج، حتى أنه عن طريق الماركتينج يتسمى في الفرنسية دي بوشا وغي. فما شركات تستعمل طريقة الماركتينج هذا، تستعمل طريقة التسويق أنه تحاول تجمع أكثر عدد من الناس، توصلهم معلومة معينة لتوصل إلى أكثر العدد، حتى وإن كان المنتج ما يحملش على جودة عالية. ولكن فما أيضا الطرق التقليدية للتسويق، إن كانت الإعلانات اللي نلقاوها تملى الشوارع، إن كان أيضا الحاجات اللي خاصة الآن ولات موجودة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي. ما فيك تفتح فيديو على يوتيوب إلا ما تشوف الإعلان، على فيسبوك على كل إعلانين إعلان، بستوريز إنستغرام على كل تو ستوريز تلقى إعلان. يعني إنه تحسنا لنا عايشين في عالم التسويق اللي ولا موجود في حياتنا أكثر من قبل بدرجة كبيرة، أو يمكن حتى فيه مبالغة كبيرة موجودة الآن. فعلا نتيجة للمبالغة الكبيرة هذه اللي بوجود صار كل مكان في إعلان من كل جهة، الثقة كتير قلت بأي إعلانات. حتى لما تشوف أنت فيديو يمكن تتأثر فيه، تتأثر فيه إذا كانت قصة إنسانية، بس ما بتتأثر فيه كتير إذا كان ترويجي. راح تقول أكيد زبطوا هالفيديو ليبين منظر المنتج جيد. بالتالي كمان بترجع لموضوع الثقة، إذا جرب وطلع مش كويس بده يخبر 9 على 15 شخص، وتخيل أنت قديش التأثير المتضاعف مع الوقت. كل واحد لسه بروح بخبر الثاني. إحنا كتير إحنا في الشرق الأوسط كتير بنحكي وبنبرم، فيعني جزء منه الغيبة والنميمة، شرينا كذا وما زبطش كذا، وبنحكي على هذا بعنا إشي وما زبط. فموضوع الثقة في الإعلانات قل كتير مع الوقت، وخصوصا مع انتشار السوشيال ميديا هلا، وانتشار ايضا المواقع المجانيه. يعني عندنا الفيسبوك مجاني، الواتساب مجاني، كل هاي المواقع التواصل الاجتماعي مجانيه، وبالتالي كيف بدها تعيش؟ رح تعيش على نشر الاعلانات اللي بتاخذ عليها ثمن، والناس ما بتثق في الشيء اللي مدفوع ثمنه، عشان هيك بثقوا باصحابهم. الصديق ما اخذش فلوس مقابل انه يقول لهم عن تجربته اذا كانت سيئه او جيده. فنرجع للحلقه الاولى اللي هي فعلا انه موضوع الثقه، وهذا بده بناء، ولكن في طريقه انها الشركات تقدر ترمم بعض من هاي السمعه اذا اصابها بعض السوء، بسبب ممكن تكون مصادفة فعلا هالمنتج يكون جيد وفي هذاك المرحلة حصل خلل ما في خط الإنتاج. لازم يروحوا يشتغلوا مع ناس مؤثرين سواء على سوشيال ميديا أو حتى على الأرض الواقع، إنه يحكوا مع ناس فعلا كانت تجربتهم جيدة عشان طبعا يكونوا صادقين، وهدول الناس يبلشوا يحملوا هذا البوق ومن واحد لآخر. لكن هذا بياخد وقت، بده يكون كمان في هاي الشركة مؤسس فيها فعلا دائرة خدمات للزبائن تكون محترفة وتدرك عملها جيدا. نعم، يعني هون يمكن ضروري نشير أمل إلى أنه هالناس يعني الزملاء الأصدقاء الأهل ضروري يكون عندهم صفات إيجابية من ميل، حتى يعرفوا يروجوا للمنتج بإيجابية، ومن ميل تاني يتحلوا ببعض ميزات المسوق. يعني يكون عندهم القدرة على جذب الآخر حتى لو ما في أي مصلحة مالية موجودة عادة بالملصقات الإعلانية أو بالدعايات. هلا هون بدي أسألك عن الشريحة. يعني بنعرف أنه البيلبورد مثلا بالشارع واسع الانتشار ويستهدف كل الشرائح وكل الفئات الاجتماعية من خلال التواصل الشفهي. إلى أي مدى يمكن أن نحصر هذه الشريحة
التي نتوجه إليها بشكل أن نكون ضامنين بأن هذه الشريحة بالذات تهتم لهذا المنتج بالذات؟ فعلا الثقة هي بتضلها الحلقة، وهذا تأسيس كلمة الثقة تبدو سهلة ولكنها كتير شغل وعلى مدى طويل كتير. يعني أنت بتتخيل أنه من 26 زبون غير راضي، واحد منهم فقط بياخد الجرأة أنه يخبر الشركة اللي شرى منها المنتج أنه هذا المنتج ما كانش كويس وأنه تجربته ما كانت جيدة، واحد فقط. فلازم تكون كل استراتيجيتنا مبنية على ما بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي اللي بنحط فيه إحنا بالبرد زي ما حكيت بالشوارع أو بالجريدة أو بالمجلة، ما بين التجربة على أرض الواقع. يعني في كتير شركات حتى لو أنا بدي أتذمر عن منتج ما كنتش مبسوطة منه ما بعرف وين أروح. بالتالي دوائر خدمات الزبائن إذا ما كانوش حاطين طريقة سهلة لخبروا الناس عن تجربتهم بصفي انه هذا الشخص اللي واحد قلنا من 26 تجرأ، ولكن 25 التانيين ما تجرأوش، اما ما كانش معهم الوقت او انهم احبطوا مش حيستخدموا المنتج تاني مره وراح يحكوا لكثير ناس ويخربوا علينا احنا كمسوقين شغلنا. مثلا اذا كنا في دائره للتسويق وتسندها دائره خدمات الزبائن، ولكن في طرق انه هاي الشركات تقدر تحسن اللي هي بنسميها الذاكرة الراجعة أو التغذية الراجعة من الناس، الفيدباك. كيف ممكن نعمل؟ فينا نحكي عن هالشيء بحلقة لاحقة. يا ريت، لأنه هذا موضوع حقيقة بهم كتير ناس. نحن أنت عم تطلع علينا أسبوعيا، شركات بتخسر منتجاتهم. أنت عم تطلع علينا أسبوعيا واقتراحاتك بتهمنا، بس ما نحرق هذا الموضوع بركي بيكون في له فقرة خاصة. رئيس التحرير مجلة الشرق الأوسط للأعمال أمل دراغم المصري، شكرا لك لإطلالتك من رام الله. شكرا لك.